مدرسة للمكفوفين في كفر الشيخ، أحد المدرسين الذين ينتمون لجماعة الإخوان يحرض العاملين على الاعتداء على الطلبة الذين يؤيدون السيسي والقوات المسلحة. هو فيه أبنائنا الطلاب في المدرسة هنا تقدموا بشكاوى بسوء معاملة السيد مدير المدرسة الأستاذ رمضان. هو راجع بحكم قضائي حضرتك، والله ممكن يبقى فيه نوع من الجفاء في التعامل، في نوع من القسوة. جات اللجنة وسألت الأولاد بالكامل بناء على شكوى الطلاب في المدرسة. توصيات اللجنة حضرتك كانت أول توصية اللي هي توصية باستبعاد السيد رمضان فتح الزين مدير المدرسة بناء على رغبة التلاميذ واستقرار العملية التعليمية. طبعا هو معاملة له مع الأولاد في منتهى القسوة ده بناء على شكاوي الأولاد منه، إذا قابل طفل في طرقة أو في فصل أو في أي مكان، لو أي حد طلب أي طلب، الطلب ده بيرفض رفضا باتا وبيعتبره أنه هو تدخل في حاجة ملوش فيها، لأنه هو ده مش تلميذ ومش كائن حي، ده من الجماد أو حيوان كفيف ما بيشوفش ما بيسمعش ما بيتكلمش، مش من حقه أي حاجة غير أنه هو يتضرب أو يهان. أنا أتحدى واحد يجيب إيدانا لحيتي بدون سلاح الأطفال اللي مستخدم خطأ. بنتي جات جابت لي شؤون قانونية ان انا ضربتها على دماغها، وجات الشؤون القانونية وقعدت يا بنتي انت اسمك ايه، انت ايه، ودخلت لها الفصل، بابا حد دخل اكلمك هنا بتاع، والمدرس شغال، قالت لي لا، قلت لها انا كلمتك يا بابا، قالت لي لا. احنا دلوقتي في عهد الاستاذ رمضان بنضرب من العمال، وبيسلط علينا العمال وبرشيهم عشان يضربونا. احنا كنا عاملين اعتصام مرة عشان معترضين على المدير، أم الأستاذ رمضان ده أم مسلط واحد اسمه أستاذ عم إبراهيم، وأم مسلطهم مديله فلوس وقال له ضرب العيال، أم ضربنا بالخرطوم وعور واحد صاحبنا في كتفه وضربه على عين، وضربنا كلنا على عينينا وزقنا كلنا على بعض. شفت الحمام الكبير اللي هو اللي تحت خالص ده؟ ده كنا بنات على صبيان بنخش بالليل وبالنهار، كنا بنصبر نستنى الصبح عشان خاطر نخش الحمام عشان ما ننزلش، قلنا له كتير كتير كتير، قالوا ده اخواني، وراحوا قعدوا مع مباحث امن الدوله. مين اللي قالوا ان اصحاب المصلحه؟ انت حضرتك انا بتكلم طالما معيش مستند اتكلم بيه، ما اقدرش اقول لك اسم معين. راحوا مباحث امن الدوله قالت الراجل ملوش اي انتماءات ولا ليه اي حاجه، ولا عمري انطلبت في يوم امن دوله، ولا عمري جاني مخبر ولا 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 كل الحاجات دي، لكن قالوا الله يركب الموجه. لا مانيش اخواني، مش مستريح فيها. انا من ساعه هو الصمد ما مسك، لان عمال يشتمني ويقول لي انت، يعني بيقول انت مع السيسي ولا مع مرسي؟ قلت له طبعا مع السيسي. قال لي انت ما بتحبش امك ولا ابوك؟ قلت له بحبهم طبعا. قال لي ازاي يعني ما تبقى مع السيسي؟ تبقى مع السيسي؟ قال لي انت ما بتحترمش اساسا امك ولا ابوك؟ هو اخوان اساسا استاذ رمضان ده اخواني. والله الولد الأخير الكفيف ده صعبان عليا جدا، ويصعب على أي حد يعني. يعني شوف بيتكلم بتلقائية وعفوية، طبعا هو لا يمكن يكذب، يعني إنه الولد بيقول له أنا بحب السيسي، فبيقول له أنت بتحب شمك ولا أبوك، على اعتبار ولي الأمر، يعني إنه لازم يحب محمد مرسي إنه ولي الأمر عند جماعة الإخوان، فإنه إزاي يعني شايفين بيتكلم بتلقائية وعفوية، بس كمان إيه المأساة اللي فيها طلاب مكفوفين؟ أعتقد أنهم يحتاجون إلى عناية ورعاية فائقة لأنهم فقدوا البصر، كمان هنتعامل معهم بوحشية، يعني أتعامل معهم بهذه الوحشية؟ ومدير المدرسة اللي بيقول أنا مش إخوان، طيب أنت مش إخوان، في هنا في جانبين، واحد أنك بتعامل التلاميذ لما كلهم يصلوا إلى الشكوى بهذا الشكل شكوى من قسوة المعاملة، بالإضافة إلى ما هو أخطر إنك تبتدي تسيس الأمور، وهذه الاتهامات لابد من التحقيق فيها. هو بينفي، لكن الـ 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 الطلبة المكفوفين الصغار بيأكدوا هذه الاتهامات إنهم بتعاقبوا لأنهم بيحبوا السيسي. في كل الأحوال اللي بيحصل في مدرسة من هذا النوع يعني يقتضي تحقيقا، لأنه يعني هؤلاء الذين
يعني فقدوا أبصارهم ويعيشون يعني فقدوا نور عيونهم، لا يجب كمان أن نسلبهم الراحة يعني نريحهم، لكن كمان نعاملهم بهذه القسوة والوحشية؟